ولمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من القاهرة جيلان جبر، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. بداية أستاذة جيلان، أهلا بحضرتك. والجديد بالانتخابات الرئاسية الأمريكية هذه المرة مقارنة بالانتخابات في سنوات سابقة. الحقيقة أن هذه الانتخابات هذه المرة ينتظرها العالم كله، وليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية والمواطنين هناك، ولكن الفارق في السياسات بين الرئيسين هو ما جعل العالم كله يقف في انتظار النتيجة النهائية. هناك دول تدعم أصبحت لبايدن أو أسلوب السياسة للحزب الديمقراطي، وآخرين يحاربون التطرف ويريدون الاقتصاد والانفتاح والتعامل مع الشرق الأوسط بأسلوب يعرفونه وتم التعامل معه 4 سنوات ماضية، وبالتالي هناك من يدعم أيضا الحزب الجمهوري. لذلك أصبحت هذه الانتخابات هي علامة فارقة في عام 2020، وهذا يؤكد أن 2020 في كل شيء أصبحت بها علامة فارقة حتى في الانتخابات الأمريكية. صحيح. طيب أستاذة جيلان، ما دمت حضرتك تحدثت عن السياسة الخارجية تحديدا للولايات المتحدة الأمريكية، فلابد من الحديث عن السياسات السابقة للولايات المتحدة مع دول كبيرة مثل الصين ويعني روسيا وأيضا يعني إيران. هذه الدول واللي تم التعامل معها بسياسة ما من قبل دونالد ترامب، هل بتري أنه هذه السياسة ستتغير مع تغير الرئيس الأمريكي إذا ما حدث هذا، أم أنه السياسة الأمريكية يعني لا تتغير لأنها سياسة مؤسسات؟ هي سياسة مؤسسات بالفعل، ولكن أسلوب التعامل هو الذي يتغير، وأسلوب التفاعل مع هذه الدول. هذه الدول الآن تقف كما يقولون على أطراف الأصابع تنتظر هل ستهدي للرئيس الجديد التهدئة، الاتفاق الجديد مع إيران في الملف النووي بعد أن خرج وألغاه الرئيس ترامب، أن تستكمل نفس الأسلوب كما كان مع أوباما مع الرئيس بايدن. هناك أيضا الصين التي تقف للملفات التجارية والمنافسة المعروفة بينهما في التسلح وفي التجارة والاقتصاد، وأيضا في اتفاقيات مهمة مع الاتحاد الأوروبي يقف أيضا في انتظار أن يرى من سيهدي هذه التهدئة أو التفاهم والجلوس على الطاولة مع أي أسلوب وأي اتجاه. هناك الأسلوب المعروف عن ترامب الذي كان واضح في رسائله ونفذ الكثير منه، وهناك الأسلوب الأكثر مائل إلى تأجيل المواضيع والانفتاح على الجميع مع الحزب الديمقراطي كما فعل بايدن وكله كما فعل من قبل أوباما. وكل يدفع ثمن في الآخر إذا كان الشرق الأوسط دفع هذا الثمن أو كان إيران صحيح. وبالتالي نحن جميعا نقف منتظرين، ولكن الحقيقة ما أريد أن أؤكده أنه ترامب أصبح نوع من كما يقولوا الخدعة في الانتخابات، هو الشعور دائما بأن هناك ضغط، لأن أنا شعرت بذلك حين كنت في الانتخابات السابقة بين هيلاري كلينتون وترامب، الشعور بأنه بايدن هو من سيفوز، بايدن من سيحقق الفوز كما حدث مع هيلاري كلينتون بالضبط، وبالتالي هذا يجعل خدعة في الحملة لحشد الرأي العام ولحشد المؤيدين وعدم الاستسلام، خاصة نحن أيضا هذا العام عام كورونا، وبالتالي هناك من يتأخر في التصويت أو بإثناء بصوته، وهذا نوع من التحفيز. تمام. أستاذة جيلان، يعني من المعروف طبعا أنه المواطن الأمريكي مواطن بيعنى ويهتم بشأنه الخاص في المقام الأول طبعا. الوظائف اللي بيتم توفيرها، التأمين الصحي وما إلى ذلك، لكن حضرتك أشرتي أنه ستكون هناك ضغوط خارجية أو يعني السياسة الخارجية الأمريكية ستؤثر لدعم أحد المرشحين في هذا التوقيت ومع بدء التصويت بالفعل. ما هي أهم العوامل اللي قد تؤثر على الناخب الأمريكي؟ هل السياسة الخارجية والدول الخارجية قد تؤثر، أم أنه أيضا العوامل الداخلية هي التي سيكون لها التأثير الأكبر؟ لا، العوامل الداخلية بالنسبة للمواطن الأمريكي السياسة الخارجية لا تشكل له الكثير، بما لا يقوم بالحروب هناك، أصبح هناك حروب بالوكالة، ولكن لا يوجد حروب ولا يوجد جنود أمريكان هناك، ولكن الأهم هو بالنسبة له الاقتصاد والوظائف والتأمين الصحي والتأمين الاجتماعي، كلها تشغل المواطن الأمريكي، ولكن هناك أيضا أمن أمريكا والأمن القومي الأمريكي يشغل المواطن الأمريكي، وبالتالي هذا كله يؤكده ترامب في سياساته في الفترة السابقة. واسترجاع عودة أمريكا من جديد بقوتها الاقتصادية وقوتها العسكرية، وبالتالي هنا الحظوظ لترامب أراها
اكبر، والاختيار للمواطن الامريكي لترامب ربما تكون فرصه اسرع. وتبقى الولايات الحاسمه او المتارجحه هي الرقم او الفاعل النهائي للنتيجه التي سنصل عليها او نسمعها في خلال الايام القادمه. ولكن انا اظن انه الشعب الامريكي يهتم اكثر بالامور التشغيليه والانعكاسات الاوليه عليه، اذا كان اقتصاد او اذا كان اجتماع. هذا هو الان، وجنوده ورجال وجنوده لا تصاب ولا تخرج عن الحدود الولايات المتحده الامريكيه ولا تحارب لدول لا يعرفوها ولا ينتمون اليها. بالضبط. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذه جايلان جابر، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه، كنت معنا عبر الهاتف.